وكذلك المآسي ديال الشعب الجزائري. يعني هذه بالنسبة لي نستني نوعا ما يعني هذه المأساة اللي كتعيشها الأسرة ديال الطفل ريان في الدرجة الأولى وكذلك الشعب المغربي وكل الناس المتضررة. أقريت بزاف ديال الأشياء وبزاف ديال التعاليق وبزاف ديال التحليلات وكل واحد وكيفاش كيشوفها. سمحوا لي إخواني أخواتي أننا ما عندنا حتى شي واحد اللي كيمثل في الحقيقة أو التحليل ديالو هو اللي يكون، ولكن نتمنى أن هذا التحليل ديالي أنه يكون واقعي أو على الأقل يكون قريب وقريب قريب جدا من الواقع. إذا العملية اللي خاصني أولا معكم هنا من هنا غادي يتم استخراج ريان بعد لحظات إن شاء الله. شوفوا الفريق تبارك الله الشاب لي غوسوف إيمان لا جيستيون دي غوسوف إيمان. عندنا موارد بشرية كبيرة في المغرب، أبناء الشعب المغربي هادو هما اللي دايرين هذه المهمة هذه ديال استخراج ريان. هذا الشيء هذا اللي كتشوفوه كله المغاربة هم من يقومون بهذه العملية. حادثة أو يعني مأساوية اللي ما خصناش نهائيا أننا نبنيو عليها. أنا درت يعني الصمت في هذه المسألة ما بغيتش تنتكلم عليها وكنقول اليوم يسالي غدا يسالي عاد نهضر كاين مواضيع أخرى. انتظرت وكنشوف أشياء يعني كتضر في القلب ديال الناس اللي كيستغلوا بحال هاد المآسي كيستغلوا بحال هاد الأشياء باش يطلعوا الصفحات ديالهم وباش يطلعوا القنوات ديالهم. شي اسئله بايخه ان الانسان يمشي عند الاب ديال الطفل ويقول له واش ريان عزيز عندك؟ هذا واش بشار ولا خليوني ما نقولهاش. هذا النوع ديال التصرفات شنو هو المغزى من انك تطلع تما كاينه وتبغي انك تبين شنو غتبين؟ ديجا كاين قنوات عربيه بحال قناه الجزيره وقناه اخرى عربي الف المواضيع اللي غادي نتكلم فيها. واش وصلنا كاع لهذا الرداء واش وصلنا كاع لهذا المستوى؟ باش واحد جايب كذا يقول لك يهبط هذا كيعرف هذا الشيء ما غاديش نتكلم عليه. لا ما كنشوفش يعني سبب راه جزء لا يتجزا منا. اذا هنا هذا التلاحم هو اللي محتاجينه، هذا التلاحم هو محتاجينه نكونوا دائما في لحمه القضايا ديالنا العاد. وجود ديال هذاك الكم ديال الناس حاليا هل تمكن من التزود ببعض الطعام ببعض الماء وهل يواصل مقاومته وصموده؟ هذا هو السؤال الأكثر تداولا، هذا هو السؤال الملح الذي يبحث عنه الجميع. ما هي الحالة الصحية للطفل ريان القابع في البئر منذ ما يزيد عن 72 ساعة لحد الآن منذ الثلاثاء الماضي واليوم صبيحة الجمعة لا زال ريان في غياهب البئر العميقة على عمق 32 مترا. الحالة كما استفسرنا عددا من المسؤولين هنا حالة غير واضحة، هذا هو الجواب الذي حصلنا عليه واستقيناه على لسان مجموعة من المسؤولين. لكن الجديد أن عملية الإنقاذ من طرف فرق الإنقاذ متواصلة إلى حد الآن، والجديد حاليا أن كل الآليات والجرافات قد توقفت، بمعنى أن عملية حفر العمودي قد انتهت حيث وصلت فرق الإنقاذ وأيضا الآليات إلى عمق يصل إلى 31 مترا، أي اقتربت بشكل كبير من الطفل ريان. بعد انطلاقا من هذه المعطيات ستبدأ عملية الحفر الأفقي وذلك على عمق 8 أمتار 4 أمتار بواسطة الآلات، وسيتم وضع أنابيب حيث سيتم وضع أنابيب 4 أنابيب بالضبط، وستكمل عملية حفر الأفقي بيدوية يعني بآلات يدوية بعض الآلات لكي لا يشكل ذلك خطرا على الطفل ريان عند الوصول إليه إلى النقطة التي سقط فيها الطفل ريان. حاليا نتابع ونترقب وننتظر الجديد في العملية، عملية إنقاذ الطفل ريان إلى حد الآن. لكن جميع السلطات مجندة، جميع المصالح مجندة، وجميع الساكنة أيضا تترقب إن شاء الله خبرا على الطفل ريان.
وكوني متأكدة زهرة بأن جميع القلوب يعني تترقب، هناك غصة في القلب في الحقيقة، لأن هناك منسوب التفاؤل ربما انخفض بعد تأخر الأشغال. وهذا هو السؤال الثاني الذي يطرحه كثير من المتتبعين لعملية إنقاذ الطفل ريان هنا، ما هي الأسباب التي اقتضت فيها يعني تأخر الأشغال إلى هذا الحد 4 أيام؟ هناك عامل رئيسي أن المنطقة موجودة في منطقة سلسلة الجبال الريف، وهي منطقة ذات تكوين جيولوجي حديث، أي أن التربة معرضة للانجراف، ودائما كانت تتخوف فرق الإنقاذ من التوغل في الأتربة لكي لا تقع انهيارات كما وقع بالأمس، حيث كانت تسارعت وتيرة عملية التتريب بشكل سريع جدا، وأملنا وكان أملنا بأن يصلوا إلى الطفل ريان وأن تتم عملية الحفر الأفق. للأسف وقع انهيار والتشققات، حيث كانت حياة السائقين سائقي الآلات آليات وأيضا الجرافات معرضة للخطر، وكان هناك تريث نوعا ما، ولكن في هذا الصباح توقفت الآليات كما تشاهدين، ربما تشاهدين الآليات متوقفة، وهناك استعداد للقيام بعملية الحفر الأفقي، وننتظر ونأمل الخير إن شاء الله في قادم الساعات إن شاء الله. ننتظر جميعا. شنو قال لك بعدا تقريبا؟ شنو قال لك الاخبار اللي وصلت فين وصلت؟ سير دابا مع يكون بقى ديك مترو هايدي دابا هو دابا الانقاذ كم تتم في سباق مع الزمن، لأنه كما أشرت سابقا الزمن عامل مهم في هذه العملية، عملية الإنقاذ. كما تلاحظون خلفي مباشرة الثقب، ربما حفرة العميقة هناك في أعلى أو في أقصى التل خلفي، مباشرة هناك في الأعلى البئر وفي الأسفل المستوى الذي وصل إليه الحفر، وهو أزيد من 32 مترا. بعد إزالة هذه الأتربة ربما ستنتهي مهمة هذه المعدات الثقيلة، ليتم فتح المجال أمام العمل اليدوي طبعا باستعمال معدات خفيفة من أجل حفر نفق يصل هذا الحفر الموازي للبئر بعمق البئر، والذي استحدث من أجله طبعا محدات تقنية حديثة بالإضافة إلى أنابيب فولاذية قطرها المتر من أجل دعم هذا الحفر الذي سيتم الشروع فيه بعد لحظات. إذن كذلك مسألة الإنقاذ من السيناريوهات المطروحة أظن، وهي النقل الجوي سواء بشكل مباشر بدون الحوامة هنا على مستوى الأرض، أو عبر أن تحط الحوامة المجهزة في هذه المنطقة التي تم تسطيحها بشكل يلائم هبوط المروحيات. فبالتالي هناك جهود متواصلة، هناك نلاحظ مراكز أو مختبرات للدراسات في متخصصة في الجيولوجيا، كذلك هناك مهندسون المراقبون في عين المكان الذين يقومون بشكل تلقائي طبعا بقياس المسافات والتحقق من القياسات القياسات ربما هنا تلعب على سنتيمترات. لو سمحت في هذا السياق وموازاة مع عمليات الحفر الآن، يعني كم ستستغرق عمليات حاليا طبعا عن مستوى البئر؟ حاليا نلعب على مستوى تؤدي الى سقوط ربما اتربه على الطفل ريان طبعا الذي تتم مراقبته بشكل مستمر على مدار الساعه عبر كاميرا مثبته، ويتم تزويده بالاكسجين لضمان بقائه على ارض الحياه. الحفر الأفقي ستنطلق بعد قليل. نعم طبعا هذه كلها بحسب معلومات غير رسمية استقيناها من بعض المصادر هنا. طبعا الإصابات هي طبعا
متعلقة بالسقوط من علو 32 مترا هي بطبيعة الحال جد بليغة، لكن رأينا على قيد الحياة وهو يقاوم ويبث الأمل في الفرق المتواجدة هنا من أجل مضاعفة الجهود من أجل الوصول إليه في أقرب وقت. كما قلت فسيتم بعد قليل ربما الشروع لأنه تم توقف من عمليات الحفر العميقة ليبدأ الانطلاق في الحفر الأفقي من أجل الوصول إليه في أقرب وقت، وبالتالي تدارك ما يمكن تداركه والوصول إليه وهو على قيد الحياة. لكن المؤكد هو أن جميع المعلومات تفيد بأن ريان على قيد الحياة وهو يتنفس، وكما قلت هو يبث الحياة فينا نحن هنا ويبثها في جميع المغاربة من جميع التراب الوطني، ونأمل أن لا تدوم هذه العملية أكثر من بضع ساعات في القريب حتى يتم الوصول إليه واستخراجه من عمق البئر الذي يجدوه. هنا أريد أن أسألك، لا أدري إن كانت لديك معطيات متوفرة حول هذه المسألة عمولة، هل مثلا فرق الإنقاذ الموجودة في عين المكان المغربية هل تتلقى أي مساعدة من فرق إنقاذ أجنبية، والتي سبق أن عملت في مثل هذه الحالات حالات يعني الوقوع في آبار؟ نعم، رجاء لحدود الساعة السيناريو الوحيد والذي يمكن أن يتم تطبيقه والذي يتم العمل عليه وهو إحداث حفر موازي للبئر، وهي العملية الأسلم والأأمن بعد أن تم طبعا يعني الابتعاد عن جميع المحاولات الأخرى بحول الدخول المباشر في يعني في قطر البئر الذي لا يتجاوز 45 سنتيمترا على مستوى المدخل ولا يتعدى بضع 30 سنتيمترا على بعد 3 أو 4 أمتار من مكان وجود القذف، فبالتالي العملية لا تحتاج إلى فرق تدخل أجنبية لأن العمل كله يتم القيام به على أكمل وجه، وكذلك ربما نأمل لأنه لا تفصلنا إلا بضع ساعات من أجل الوصول، فبالتالي العمل يتم القيام به، وربما الحاجة هي فقط حاليا متوقفة على كيفية نقله بشكل سريع إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات وإنقاذ حياته، فبالتالي كما قلت بأنه حاليا سيتم البدء في العمل على الحفر الأفقي لأن هناك فرق في عمق الحفرة من أجل قياس المسافة الفاصلة بين الحفرة المتوصل إليها وكذلك المسافة التي تفصل سواء على مستوى العمودي أو الأفقي من أجل البدء في عملية الحفر اليدوي، والتي طبعا يجب أن تسترعي مسألة الهزات والذبذبات لكي لا يتم تساقط للتربة التي تم إجلاؤها بالكامل العمل منذ فجر اليوم إلى حدود الساعة من قبل هذه الآليات الضخمة كان لإجلاء جميع الأتربة التي يمكن أن تغمر المنطقة، فبالتالي المكان صار مؤمنا بالكامل وجاهزا من أجل البدء في عملية شق النفق الذي يربط بين هذا المجال والمجال الذي يتواجد فيه الطفل في عمق البئر. كما أشرت لذلك عملية الإنقاذ تواصل عملها ضد عقارب الساعة من أجل الآن هذا هو تتخطر الشوف تي في مغارة طويل الشوف تي في للوصول إلى الطفل ريان الملاك ريان كما يصفه الحاضرون هنا وكما يصفه المغاربة. الأخبار مطمئنة لحدود الساعة بالرغم من أنها شحيحة لأن الجميع مركز على عملية الإنقاذ من قبل المسؤولين، ولكن ما يصلنا بأن الطفل ريان هو على قيد الحياة. الطفل ريان من عمق البئر أو من قعر البئر التي وقع فيها على عمق 32 مترا. تبدأ العصر الوقاية المدنية الآن في عمليات الحفر النهائية بطريقة أفقية حيث سيتم تثبيت مجموعة من المواتير أو القنوات الحديدية يتم تثبيتها للمرور من خلالها إلى الطفل ريان وإنقاذه من طرف عناصر الوقاية المدنية. سيتم هكذا يعني أخبرني قبل قليل أحد المسؤولين في السلطات المحلية التي تشرف على عملية الإنقاذ. ما يعني أمامنا ساعات قليلة وتكلل وتنتهي هذه العملية التي تأمل الجماهير
أن تكلل بالنجاح. جميع الجهود هي تتضافر إن على مستوى فرق الإنقاذ في عين المكان في مكان الحفر أو كذلك الأطقم الطبية التي تنتظر والتي تتكون من مختلف التخصصات الطبية، طبعا الطب الاستعجالي، كذلك طب الإنعاش، وكذلك الممرضين الذين يقدمون السند والدعم لحين وصوله طبعا إلى البنيات الاستشفائية الأقرب والتي يمكن تستجيب لحالته الصحية. وكذلك أجدد النداء للمواطنين، طبعا هم يعبرون وهم صادقون في دعمهم وفي تضامنهم مع عائلة الطفل ريان ومع الطفل ريان في محنته، لكنهم يفضل أن يستجيبوا لنداءات السلطات المحلية التي لن تكون ربما أقل غيرة منهم على حياة ريان، وبالتالي توفير الظروف الملائمة من أجل أن يعملوا في ظروف ملائمة حتى الوصول إلى ساعة الصفر واستخراج ريان على قيد الحياة. عبد المولى، هل لديك معلومات حول الحالة التي يوجد فيها والدي الطفل ريان؟ نعم، طبيعة الحال لا يمكن لأي أن يتخيل هذه الحالة، لأنه بالرغم ما يبدو في وسائل الإعلام وبالرغم من التصريحات التي يدلون بها من ارتياحهم طبعا مجرى العمليات وهم صادقون في ذلك، لكن المسألة أن طبعا بشكل فطري هناك خوف كبير على مستقبل الطفل، وهناك شعور بالأسى للحالة التي يرون ابنهم فيها، وقد اقترب من انقضاء 72 ساعة وهو موجود في مكان ضيق، لكنهم جد مطمئنين بأن السلطات لم تدخر جهدا في الإسراع بعملية الإنقاذ، وبالتالي هم يشعرون بهذا طبعا التضامن إن على المستوى عين المكان من قبل المواطنين الحاضرين أو هناك المنحصرين هناك على الطرقات أو كذلك الذين يبثون دعواتهم من بيوتهم من جميع مختلف أنحاء العالم، فهذا طبعا يشد على أيديهم وكذلك على طبعا نفسيتهم ويمدهم بالدعم، لكن طبيعة الحال سيكون هناك أسى
في أنفسهم، ونتمنى أن تبشرنا الساعات المقبلة. نحن أيضا نشعر بانخفاض في القلب جراء ما نعاني ما نعينه وما نسمعه، لكن أملنا ريان من مكانه حيث هو يبث فينا الأمل بالاستمرار في هذه التغطية وبالإيمان بأنه سيخرج وسيعود إلى الحياة إن شاء الله بأفضل حال بحوله. أم والد الطفل ريان لقناة العربية مائل أغراض الري والزراعة، مشيدا في سياق متصل بهبة المغاربة لمساعدته ودعمه. وانضم إلي وجهه هنا من خلفي كما يبدو المشهد أو جزء من المشهد. تواصل أو تصل هذه الجرافات النهار بالليل في محاولة الآن في خطوة أخرى في عملية الإنقاذ بعد أن جرى إنزال هذا الجزء من الجبل وهدمه بالجرافات. الآن هنالك محاولة صناعة ما يمكن أن نشبهه بالسلالم، يعني منطقة أكثر انخفاضا من منطقة ثانية باستخدام الجرافات. هنالك جرافات تقوم بسحب التربة إلى الخارج، وهنالك جرافات تقوم بحملها من أجل إبعادها على الجنبات. طبعا الجماهير من المواطنين المغاربة لا يزالون على حال في التجمهر. الجرافات لم تتوقف عن العمل ما بين الليل والنهار بدون توقف. هنالك أيضا هنا من خلفي يتواجد فريق من الوقاية المدنية يحمل جهازا يمكن من الحصول على قياسات. هم الآن بالتأكيد أجروا حسابات ميدانية مكنتهم من الاهتداء، وهذا هو المرجح، إلى مكان الطفل ريان تحديدا على مستوى الارتفاع. وهم الآن يقومون بتوجيه الجرافات حتى تنجز العمل الميداني بناء على الحسابات التي أنجزها في الليلة الماضية مهندس المسح. عادل نرجو منك تحريك الكاميرا. أولئك العربية في هذا اليوم صمود إذا صح هذا التعبير، وهذه العبارة وهذه الكلمة هي لعائلة ريان من صمود ابنها في هذا البئر الضيقة والتي قطرها 30 سنتيمترا. نعم طب عادل نشاهد هذه تعين المكان ما يبعدوا على الأقل 1 كيلومتر ولا 500 ولا 600 متر في ديك المنطقة ما يدور حتى شي واحد. هذه مسؤولية ديال السلطات المغربية اللي غيوصلوا تما فقط الناس اللي عندهم علاقة ديال الوقاية وديال الإسعاف إلى آخره. هذا هو الموضوع يعني اللي بغيت نتكلم. انا صراحه البارح بالليل كنتابع من طبيعه الحال بحال بزاف ديال الناس اللي ما قدروش ينعسوا، كنتابع الاخبار شنو كيحدث، وكنحاول جاهدا انني نفهم فين وصلت يعني العمليه ديال الانقاذ. وخيت يعني حاجه اللي المقابل كليا ما عندوش شك نهائيا ان المغرب كله أو المغاربة بالداخل وبالخارج كلهم مع هذا الشخص اللي غيدير شي حاجة، هو أنه يدعي الله ويطلب الله، لأن الدعاء إن شاء الله مستجاب أنه يحفظه وأنه يساعد كذلك دوك الناس اللي يقوموا بدوك المجهودات اللي ما نعسوش لساعات وساعات كاين اللي ما نعسش يومين من أجل إنقاذ هذا الطفل. هذه من جهة. سمحوا لي بالنسبة للحاجة اللي أثارتني وعجبتني بزاف وبعض منا ما كيعرفهاش، هذا الشيء كنت كنتكلم عليه وكاين قاعد كيسب وكاين اللي قرا تعاليق كتقول فين عايشين هادو. أنني شفت الشعب الجزائري أو نسبة كبيرة من الشعب الجزائري، كما دائما كنتكلم مع الأغلبية الساحقة ماشي مع بعض الطفيليات لا من المغاربة ولا من الجزائريين. أنا شخصيا كنتكلم وتقبل نفسي انني كنتكلم مع شريحه واسعه من الناس العقلاء. كنشكر بزاف باسمي الخاص وباسم المغاربه لا بالداخل ولا بالخارج وكل من يتقاسم معايا هذه الفكره. كنشكر بزاف الشعب الجزائري. شوفوا بان يعني كنشوف في الشعب الجزائري بانه متضامن مع هذا الطفل بحاله بحال المغاربه كاملين. شوفوا بان حاجه بسيطه يعني لحللناها غنقولوا تضامن ما تضامنش مع انك ما تغير، ولكن فقط كلمه زوينه او تضامن بسيط كيخلي يعني تقاطب ديال الشعوب، وهذا الشيء اللي ما بغاوش بزاف الناس. خليني ما بغيتش ندخل في الموضوع السياسي دابا، بغيت نحط هذا الشق ديالو الانساني في الشق ديالو ديال هذه الكارثه الحادثه اللي وقعت لهذا الطفل الريان. كنطلبوا الله جميعا باش
ان شاء الله انه من حدوث اقرب وقت وان تخرج الامور يعني بسلام، لان العمليه ماشي.